يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قريب لي يريد أن يعمل في بطاقات سوى للاتصالات، فيشتريها نقدا بقيمة 4800 ريال، ثم يبيعها بالتقسيط بقيمة 8000 ريال، مع العلم أن لهذه البطاقات تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل كل الرصيد الموجود، فهل يجوز هذا؟ هذا فيه إشكال، لكن يشتري قدر اللي يستنفذ في المدة المحددة، ما يشتري بطاقات كثيرة تخرج عن المدة، يشتري بقدر ما يصرفه في المدة ويسلم من الإشكال. نعم.